السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ تفضل. انا كنت عايز اسال بس في التشهد لما نيجي نعمل هنا ديت نعمل يقول الهزازة ولا الافضل لما نسيبها كده نرفعها وخلاص؟ تعمل لك الهزازة كده يعني؟ اه. هذه رواية شاذة لا تصح. يعني نرفعها كده وخلاص. يعني اذا جت مثلا اشهد ان لا اله الا الله. هكذا رأي الجمهور من العلماء. أما الهزهزة هذه وبعضهم يهز يمين وبعضهم يهز شمال وبعضهم يحلق، كل هذا لا يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وبعد هذا أنا شيخ مصطفى، إحنا لما نيجي نصلي الفرض فبلاقي ناس كده يعني لما مثلا بتقرا مثلا آية الكرسي مثلا تلاقيها ماشية بتصلي السنة في مكان غير الناس في الفرض. صح ولا إيه؟ هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي متن بعض الاختلاف شيئا ما، أن النبي نهى عن أن يصلي الرجل في موطنه حتى يتحول أو يتكلم. وجاء قبل أن أنا قرأت آية الكرسي. اصبر علي يا أخي، اصبر علي يا أخي، اصبر علي لو سمحت. ماشي ماشي. في بعض الروايات أن هذا كان عقد يعنى به الإمام ويوم الجمعة، يعني الإمام لا يتنفل في مكانه حتى يتحول أو يتكلم. وفيه بعض الخلل في المتن وفي الإسناد، ولكن على أي حال إذا تكلمت أي كلمة أدي الغرض والله أعلم. وجزاك الله خيرا.